ورحمة الله وبركاته. إخواني والأخواتي، أخوكم جئتم كي أسلمكم، خلاص؟ أما أعرف أنكم بعضكم تعرفونني اسمي وبعضكم لا تعرفونني. أما اليوم الحمد لله رب العالمين، جئتم مباشرة كي تعرفونني أولا بصورة ثم باسمي. اسمي قاسم محمد بكار، مسكن في قرية مابون زنجبار تنزانيا، وكنيتي أبو أنصاري مولانا، مدير اللغة العربية في كلية تعليم اللغة العربية. الآن كما ترونني في المواضع إذاعة نور، أتحدث معكم مباشرة، لله الحمد. هنا نفس الآن كنت عندي برنامج الانتشاري اللغة العربية من خلال هذه إذاعتنا إذاعة الشريف، ولكن انتهينا البرنامج. إذا حببت نفسي أن آتيكم مباشرة كي تعرفونني. والله ما عندي زيادة، إلا أمنيت منكم يومة سعيدة، بداية حياتكم إلى النهاية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.